الله عليه وسلم يقول أنتم شهود الله في القبر. فنحن شهود أن أخونا خالد بذل الغالي والنفيس، يعني ما اتصلنا عليه بالليل قال لا، ولا اتصلنا عليه بالويك إند قال والله أنا ما أقدر. يعني أقرب مثال، أنا عندنا بيشنت اللي هو كان في أسبوع واحد جونا تو بيشنت تاع قال سبرا ملاريا والأتميدة ما موجود. خالد بذل واتصل على الرياض وفرينا الدواء لتو بيشنت يوني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتك وفي أمانة كده ويقوم تمشي هنفتقدك. لكن دي سنة الحياة، كلنا ماشيين 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 لحد ما نصل إن شاء الله. وفي الآخر أتمنى لك التوفيق مع أسرتك وإن شاء الله في بلد مزدهرة وعام بإذن الله تعالى. أتمنى لك التوفيق وكل ما حليت إن شاء الله. شكرا أحمد. I would like to talk in English because some of our colleagues may have appreciate what has been that's fine. Given by my colleagues and Dr. Ram, representing the hospital director. On behalf of the pediatric department, really I feel sad and happy at the same time, actually. Sad for losing actually Dr. Khalid and his great effort